تسهيل تحويلات أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية وإتمام التحويل الإلكتروني المباشر دون أي شروط وتنسيق الجامعات يفتح الباب أمام طلاب الثانويات العامة لاجتياز اختبار القدرات. التفاصيل كاملة الآن في تغطيتنا التعليمية من صدى البلد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. اليوم أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار بتسهيل تحويلات أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية وإتمام التحويل الإلكتروني بشكل مباشر دون أي شروط أو تعقيدات. قال سيادة الوزير أن جميع الطلاب الذين انتقلت أسرهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة سوف تستثنيهم وزارة التربية والتعليم من روتين تحويلات المدارس، وستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحويلهم بشكل مباشر إلى مدارس في العاصمة الإدارية الجديدة. كما أكد أيضا في فيديو على الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء أن الوزارة تطبق النظام الإلكتروني في عملية التحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى، وأنه تم تقليل العنصر البشري في عملية التحويل مما يؤدي بالطبع إلى عدم استغلال أي طالب يريد التحويل. من ناحية أخرى، كان فتح أمس موقع تنسيق الجامعات التسجيل لطلاب الثانويات العامة في اختبار القدرات، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 15 من هذا الشهر حتى 27 من الشهر الجاري. وقال عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه سيتم إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لتسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن الإطلاع على خطوات التسجيل باختبار القدرات 2023 عبر رابط الوزارة. وأكد أن الوزارة تقدم تسهيلات عديدة للطلاب عن طريق التسجيل عبر موقع التنسيق، كما توضح شروط القبول بجميع الكليات المختلفة والتي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى خطوات وكيفية التسجيل. وأنه أيضا وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية والتي من شأنها التيسير بالطبع على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات المؤهلة لها. قال المتحدث الرسمي أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات هي كليات الفنون الجميلة وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان دمياط وبنها وبني سويف، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان أيضا، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكلية التربية الرياضية، كليات التربية النوعية شعبة التربية الفنية والتربية الموسيقية أيضا، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبة التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية وجامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس، وكلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس. أخيرا، سيتم تسجيل مواعيد واختبارات القدرات واختبار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على الإنترنت. أما عن تنسيق الجامعات الأخرى، فيبدأ تنسيق الكليات لطلاب الثانويات العامة لشعبة الأدبي بالمرحلة الأولى وهي لكليات القمة، وبعدها يتم استقبال طلاب الثانويات العامة وفق المواعيد المحددة لاختيار رغبتهم في الكلية والجامعة وفق مجموعهم. غدا مشاهدينا تبدأ أعمال مكتب التنسيق للجامعات لهذا العام، ومن بينها تنسيق كليات الأدبي، وذلك بالتزامن مع مد التسجيل في اختبار القدرات. كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم، والموجود بالطبع على موقع صدى البلد، يمكنكم الاطلاع عليه بكل سرور. تظهر النتيجة بعد أن يتم إعلان اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التعليم بعد مرور أسبوعين من انتهاء الامتحانات الثانوية العامة. يستطيع طلاب الثانوية العامة ترقب ظهور نتيجتهم من خلال بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، والموجود أيضا على موقع صدى البلد، يمكنكم زيارته بكل سرور وبكل سهولة.
كان قد تم أيضا إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس أوائل أغسطس القادم. يكون ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم. تكون النتيجة مجانية، لا تحتاج إلى أي مصاريف إلكترونية. النتيجة ستكون بالدرجات وليست بالتقديرات. وكانت قد أعلنت وزارة التعليم أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90% وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر من 1.5% من عدد الطلاب. أما اللغة الثانية فأعلنت وزارة التعليم أن نسبة النجاح فيها تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب الإجمالي. أكدت أيضا وزارة التعليم أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البوبل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات. أكدت أيضا وزارة التعليم أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل طالب على حقه في عملية التصحيح. أكد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا اليوم يتم بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تدخل من عنصر بشري. أقامت الوزارة باستحداث أيضا نظام تظليل أرقام الجلوس ليتم قراءتها بشكل إلكتروني على أجهزة التصحيح الإلكتروني دون أي تدخل بشري. أضاف سيادة الوزير أنه عند تصحيح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قبل البدء في أي مادة يتم عرض نموذج الإجابة على 10 من خبراء المتخصصين، وذلك لمراجعته مراجعة دقيقة للتأكد من انضباطه وتمامه. وجاء تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات هذا العام، كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الأسكندرية 352، كلية ألسن كفر الشيخ 350، كلية سياسة واقتصاد السويس 349، كلية سياسة واقتصاد بني سويف 344، كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341، كلية ألسن عين شمس 340، كلية إعلام جامعة القاهرة 339، كلية ألسن الفيوم 339، إعلام المنوفية 336، ألسن بني سويف 335، كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334، ألسن المنيا 333، ألسن أسوان 333، أثار الزقازيق بصن الحجر 332، ألسن سوهاج 332، ألسن الأقصر 331، إعلام بني سويف 330، كلية أثار دمياط 330، أثار عين شمس 329، الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 329، الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329، كلية أثار جامعة القاهرة 326، إعلام جنوب الوادي 326، وأثار الفيوم 325، وأيضا أثار أسوان 324، كلية أثار جامعة الأقصر 323، أثار سوهاج 322، الإعاقة والتأهيل بني سويف 321، أثار جنوب الوادي 321، كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 321، كلية التربية إسكندرية 318، تربية الزقازيق 317، تربية عين شمس 316، كلية فنون جميلة الأسكندرية 315، وكلية حقوق سوهاج 315، تربية بورسعيد 314، وأدب العريش 314. نتمنى طبعا النجاح لكل طلاب الثانوية العامة، وإن كل طالب يحصل على المجموع اللي بيتمناه واللي فضل يسعى له طول العام بعد مذاكرة واجتهاد وامتحانات بالطبع ومراعاة ولي الأمر الخاصة بهم في البيت طبعا. مبروك لكل الطلاب مقدما، وإن شاء الله كل واحد يدخل الكلية اللي بيتمناها.